الوطن في كل مكان. احنا النهارده مع رامز اسلام في حديقه الحيوان بتاعته. رامز عمل علاقه فريده جدا بينه وبين حيواناته. حيواناته مش بتفترس اي حد، بيقدر يتعامل معاها ويتكلم معاها، بيبقى في ريسبونس معينه زي ما احنا شايفين طالعين مع تعبان وهنا في ثعلب. طبعا في البريه ممكن الحيوانات دي تكون اعداء، بس هم هنا صحاب، لان رامز حقق معادله صعبه جدا: الحيوان على ما تربيه. فهو بياخد الحيوان من هو صغير لان ده شغفه، وهو يحكي لنا اكتر عن شغفه، فبيكبر الحيوان على اساس اللي اتربى بيه. قول لنا بقى يا رامز، انت امتى بدأ شغفك وهوايتك بالحيوانات؟ من وانا صغير كان بابايا بيربي ببغانات، فابتديت ان انا اروح معاه كل الاماكن هو بيروح فيها، فابتدى نظري يتشد اكتر للحاجات الغريبه، سواء الزواحف، سواء الحيوانات اللي مش معتاد ان انت تربيها في البيت، تعابين، الثعالب، المسانيس، التماسيح. لا، الموضوع في كائنات كتير قوي معانا في الكون بنهتم بيها، عشان كده حتى الحديقه والصفحه والايفنتات كل حاجه بعملها اسمها مش كلها قطط وكلاب، ان في حيوانات كتير جدا معانا على الكوكب ممكن نهتم بيهم غير القطط وغير الكلاب. فالموضوع معايا من وانا صغير. فاحنا هنا بدأنا كمان الحيوانات اللي بنشوفها في البريه او الصحراء اللي هي المفروض حيوانات مفترسه جدا، رامز قدر ان هو يتعايش معاها. كمان عمل حديقه حيوان كامله، هي طبعا مصغره بس فيها حيوانات كتيره وانواع نادره، هناخد فيها جوله. في هنا معانا واقف جنبنا العقاب لو نقدر نجيبه. طبعا ده من اشرس الطيور، معروف ان هو شرس من الطيور الجارحه، العقبان من الطيور الجارحه. وعلى فكره اللي على علم مصر مش صوره نسر، هو صوره العقاب. فالعقاب عندنا زي ما انتم شايفين كده هادي جدا، جميل جدا، من طيور الجارحة، بس في نفس الوقت كائن أليف. انت ممكن تقف تتصور جنبه، ممكن تعرف عنه معلومات، ممكن تقرب وتشوف شكله، لان احنا بندرس كل الحاجات دي في الكتب او بنشوفها على قنوات، بس ما بتتوحناش الفرصة ان احنا نشوف الحاجات دي قدامنا. فاحنا خلينا كل الكائنات دي حواليك وجنبك، بحيث ان انت ممكن تلمسهم، ممكن تتصور معاهم، وتاخد معلومات كتير جدا عندنا في حديقة الحيوان اللي فيها حيوانات كتير جدا مميزة عن اي مكان تاني في مصر. رامز كمان بيعمل ميكسات الحيوانات بتاعته. أيوة. زي ان احنا شايفين هنا الفلامينجو عايش مع السمك في نفس البركة. هو جايب اسماك، ممكن تحكي لنا شوية عن طبيعة الاسماك اللي عايشة مع الفلامينجو؟ البركة دي ساعة لما جينا نعملها انا كنت عايز احط فيها حاجة مميزة. طبعا مفيش اجمل من طائر الفلامينجو بالوانه، باشكاله، بحتة ان هو اغلب حياته واقف على رجليه الاثنين. ففي ناس كتير بتفكر ان الفلامينجو زي البجع بياكل سمك، فاحنا حطينا في قلب البحيرة دي سمك جنب الفلامينجو، عشان الناس لما تيجي هو مش بياكل سمك، لا، نبتدي نديها المعلومه الصح. فاحنا بنوصل معلومات بشكل مباشر وبشكل كمان غير مباشر، ان الفلامينجو بياكل حبوب، بياكل جمبري، بياكل طحالب، ما بيقربش من الاسماك، عشان كده احنا حاطين الاثنين مع بعض. حتى لو جينا بعد كده في الجوله بتاعتنا هنلاقي في انواع غزال وانواع كباش حاطين معاهم دجاج، نوع من انواع الدجاج اسمه دجاج الوادي. دجاج الوادي ده من الحاجات اللي بتنقي الحشرات من على جسم الحيوانات، وبتاكل الفضلات بتاعتهم وبتاكل الاكل بتاعهم. فاحنا كل الحيوانات اللي ينفع نعمل ميكسات ونعيشها مع بعض بنحطها، علشان اول حاجه بيبقى شكلهم حلو، المكان بيبقى فيه روح اكتر، وفي نفس الوقت هما بيبتدوا يفيدوا بعض اكتر. طيب احنا شفنا العقاب هنا، انت قلت لنا ان انت ربيته على ان هو ما يكونش شرس. بالظبط، صح؟ يعني ممكن تورينا كده؟ وده يا جماعه العقاب هو طائر شرس، احنا شايفينه هو مستأنس مجرد بس، وكمان شايفين حجم مخالبه عامله ازاي. بس هو خلاص هو عارف ان انا مش فريسه ليه او ان انا مش هضايقه، يلا اقعد مكانك. هو كده رامز. أيوة. بيقدر يتعامل مع حيواناته او يتكلم معاهم، يعني ارجع تعالى. الحيوانات يعني بترسبونس عليه بشكل كويس جدا. بالظبط، لان احنا ما بنلعبش على حته ان انت تدربهم باوامر، لا، انت بتبتدي تتواصل بمشاعرك مع الحيوانات دي لدرجه ان انتوا خلاص بقيتوا صحاب. انت اللي هو بينفذك الامر، مش عشان انت صح ولا، علشان انتوا خلاص في لغه تواصل ما بينكم من بعض، انتوا بتحبوا بعض، فهو بيبتدي ان هو ما يزعلكش ويعمل ده. طب ممكن تكلمنا عن الثعلب بقى، هل هو مكار فعلا؟ احنا شايفين هنا براءه. يعني شايفين الكيوت ازاي؟ كيوت جميل جدا. الثعلب فعلا مكار، الثعلب فعلا ذكي جدا. احنا لما بنطلع رحلات تخييم وبيكون في ثعالب في المكان، فعلا بيعملوا خطط عشان يسرقوا مننا الاكل بتاعنا. ممكن واحد فيهم يسرق كوتشي او شبشب او حاجه ويطلع يجري بيه، عشان نطلع نجري وراه يقوم الباقي واخدين الاكل بتاعنا وطالعين يجروا. الثعالب كمان مش من الحاجات اللي هي بتتغذى على احنا هنا شايفين نعيم في الخلفيه. نعيم دي النعامه الصغيره بتاعت رامز. نعيم ده كتكوت نعيم كنا جايبينه قد الكنتالوبيه كده، وابتدى يكبر معانا في الجنينه. هو عمره دلوقتي لسه 8 شهور ولسه هيكبر اكتر. نعيم بيعتبر ده بيته، يعني هو بيتمشى هنا في بيته. مظبوط، ده اكيد اكيد. وعندنا كمان شخصيه مشهوره جدا في الحديقه وهي بسنت. انا عايز افرجكم بس، تعالوا نشوف بسنت، اشهر شخصيات الحديقه.
زينب معانا من تيم الحديقة. الحديقة بتتعامل مع الثعالب ومع الذئاب بالظبط، مع كل الحيوانات يعني. يعني في علاقة هنا فريدة شوية مع الحيوانات. بص بصبص دي من نوع النسانيس، نادر شوية، حاجة اسمها مونا مونكي، من الحاجات الجميلة. خد خد جميل، خد جميل. هي حرة من غير سلسلة. فاحنا عارفين يعني ايه نسناس حر من غير سلسلة، هو ممكن في ثانية يهرب مننا، بس هو من الحاجات الأليفة اللي احنا مربينها من وهي صغيرة. عشان كده بسنت من الشخصيات المشهورة جدا عندنا في الحديقة، وما بتهربش ومش عايزة. ايوه بالظبط، ناس كتير مرتبطة بيها وبتنزل وبتلعب في وسط الناس وبترجع تاني، فهي من الحاجات الجميلة. شايفين؟ لذيذة جدا. يعني هي جداً. بتتعامل عادي برضو ان هو بيتها بالظبط. هي بس خدي رامز رافع شعار، مش كلها قطط وكلاب، احنا شايفين في الخلفيه شعار رامز. اكيد مش كلها قطط وكلاب. هو بالعكس هو بيحب الحيوانات التانية الغريبه الفريده زي القرود والتعابين. شايفين هنا التعابين برضو واقف معانا عادي، ما فيش خوف. وكمان رامز مش قلقان على حيوانات تانية من التعابين او الثعالب، لانهم خلاص هم عارفين ان دي حياتهم وهم عايشين فيها بامان، عايشين فيها بسلام، ما فيش مشاكل بينهم وبين بعض، كل واحد متوفر له الاكل المناسب ليه، النظافة المناسبة ليه. فعشان كده تحس ان الحيوانات واقفة بأريحية. احنا بص انا يعني انا ماشي المفروض بيحطي اي حاجة في جيبك، مفاتيح موبايل، انا ببقى حاطط قمح. القمح ده عبارة عن مكافآت للحيوانات سواء طيور او نسانيس. تعال نشوف هنا وهو بيتعامل مع النسناس. ده نوع من انواع النسانيس اسمه نسناس عبلانج سوداني. فهم بص بيعشقوا القمح. تعال 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 تعال، بس هو بيمسك ايدي علشان ما اديلهاش. خدي احنا رايحين في جوله دلوقتي مع رامز. سمك يا شباب، حط لنا سمك. سمك عندنا كده، عاملين بقى اماكن كده للتصوير فيها ماسكات هندي بقى ورؤوس تماسيح وريش طاووس وحاجات كده بيبقى شكلها لذيذ. هي حديقه حيوان يا جماعه متكامله، يعني تقدر تجيب هنا ابنك لو انت مستصعب مشوار مثلا الجيزه او شايف ان هو كبير قوي مش هتعرف توريهم كل الحيوانات. هنا في طيور وفي، وهناخد جوله نشوف هناك في غزال. المكان هنا كمان مميز ان هو مش كبير قوي لدرجه ان انت تبقي قاعده قلقانه، لا انت ممكن تقعدي تستريحي، اولادك بيبقى معاهم جايد بيلف معاهم الجنينه كلها، يشرح لهم كل بيت الحيوان ده بياكل ايه، بيعيش ازاي، هل ينفع حيوان اليف لينا ولا لا، ويبتدي ان هو ممكن يخليهم يلمسوه ويخشوا كمان ويتصوروا معاه وياكلوه. انا شايفه ان هنا في نوعين طيور مظبوط. هنا في بط وفي بجع. البجع عندنا طبعا معروف ان البجع من الحاجات البجع هنا دلوقتي هياكل تاكل السمك، فاحنا عايزين ناكل. يلا 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 هوب هوب. فانت شايفه المساحه اللي بيننا وما بين الحيوانات عامله ازاي؟ المساحه انت تقريبا قريب جدا بالظبط، انت بتبقى واقف وسط الحيوانات. فدي من الحاجات اللي بتخليك ميزه، حاسس بتميز كمان في الجنينه عندنا. ان مش كل الحيوانات بعيده عنك، مش لازم اسوار كبيره، مش لازم حواجز كتير بينك وبين الحيوانات. طبعا احنا شايفين هنا ان الحيوانات لما بتشوف رامز بيبقى فيه يعني رد فعل مختلف تماما عن يعني بص حتى الحمام هو حتى الحمام يعمل حتى الحمام عشان عارفين ان بيبقى فيه مكافآت ليهم كل ما بقرب منهم. فتلاقي كل حاجه موجوده حوالينا بتبتدي تقرب اول ما بتشوف، لان هي خلاص يعني حفظت ان انا بكافئهم لما بيجوا، بكافئهم لما بيقربوا. ففي علاقه بتبقى جميله بيننا وبين الحيوانات. هنخش بقى على قسم الزواحف. الناس انت عندك زواحف نادرة. عندي زواحف نادرة دي هفرجكوا عليها في اخر اللايف، لان احنا هنشوف الحاجات اللي هي بتبقى معروضة للجمهور عادي، وبعد كده هنخش بقى في الحاجات اللي هي النادرة قوي عندنا. اوكي ده قسم الزواحف. اول ما تخشي بالظبط كده في تمساح النيلي. طبعا معروف ان التماسيح النيلي من اشهر الزواحف المصرية، موجودة في بحيرة ناصر، فكه قوي جدا. طبعا الحاجات دي بتبقى متامنه بشكل كبير. ده يعني هنا كمان في بيت زواحف، في طيور. وشفنا نعام وفي زواحف كمان، لسه في مفاجات تانية كتير. حاجه اسمها ايجوانا دي بس حجمها إجوانة. كبير مع السلاحف دي نادرة. في ناس برضو بتقول طب ازاي انتوا حاطين نوع من السحالي مع السلاحف؟ لا احنا حاطينهم لان هما الاثنين بياكلوا خضار، هما الاثنين مش بيأذوا بعض. فالحاجات اللي بتبقى فيه بيئة مشتركة، الحاجات اللي تقدر تعيش مع بعض بالظبط كده. الإجوانا بقى جبنا منها مجموعة كبيرة حجمها صغيرة، ولسه هنعمل لهم جزء زي الغابة كده. أنا عايز أفرجكم بس شايفين المنظر، يعني عدد كبير قوي بس مش عارفة. أيوة احنا ممكن نقرب من الحاجات اللي هي وفي هنا أهو. أيوة شكلها هنا باين أكتر. دول عدد كبير جدا.
يعني ما شاء الله ان احنا ناويين نعمل مزرعه منها. فجبنا حاجات الوان كتير، هتلاقي فيه ازرق، فيه اخضر، فيه احمر، بالظبط، فيه تركواز زي كده، القريبه دي لونها تركواز. فاحنا ان شاء الله نعمل منها. وهنا برضو بتشوف الحيوانات بشكل اوضح بكتير، كتير وقريبه منك، وقريبه وتقدر تتعامل معاها كمان بسهوله. ده نوع من انواع التعابين اسمه بورمس بايثون، او الاصالات اللي هي بيسموها الاصالات العاصره او الخانقه، اللي بتمسك دي مش سامه خالص. احنا عندنا في الجنينه مفيش حاجه سامه، مفيش حاجه تأتاك، يعني مفيش حاجه ممكن تهجم على اي حد. يعني بقى مع القرب الشديد مع اي حيوان ما تخافش، يعني قرب وانت مش خايف، مظبوط؟ على فكره بالظبط، الحاجات دي كلها كمان متاح تصوير بيها، ان انت ممكن تطلبي التصوير، انا يا جماعه عايزه اتصور مع التعابين جوه البيت بتاعهم او بره البيت بتاعهم، احنا بنخرج لكم كل الزواحف بره، تبتدوا تتصوروا معاها، تاخدوا ذكرى للمكان. كابتن نعيم، خد يا نعيم. نعيم ده هو واحد من اشهر الحاجات اللي هنا. نعيم معروف جدا عندنا في الجنينه، في ناس كتير قوي بتحبه، تحب تيجي تقعد تلعب معاه. النعيم معروف ان هو من الكائنات العدائيه او الكائنات الهجوميه اللي بتهجم على اي حد موجود في النطاق بتاعها، بس نعيم لا، نعيم جميل. ونعيم ملوش بيت، يعني نعيم بيتمشى. لا لا لا، هو حر في الجنينه، مش هيأتاك حد خالص، مش هيجمع اي حد. فانتوا هتيجوا دايما هتلاقوا نعيم موجود معاكم منتشر في ال. قول لنا يا رامز، ازاي بتأمن الحيوان مثلا؟ في احيانا الناس تبقى مؤذيه شويه، احنا هنا فين؟ ده حاجه اسمها ابو الشوك، ده نوع من انواع الحيوانات. كائن كبير كده بيكون جسمه كله مليان شوك، بيتغذى على الخضروات، الحاجات بقى اللي احنا مش عايزين حد من الزوار ياكلها، حاجه مش كويسه بنحطها في سلك ضيق شويه، بحيث ان هو يبقى في حاجز بينه وبين الحيوان، يمنعه بس ان هو يدخل له اكل مش كويس او ان الحيوان يخضه، لان الحيوانات دي بتبقى شكلها جامد شويه. فلو جينا مثلا بصينا هنلاقي شكله، بس هو نايم. ايوه بالظبط، لان هو كائن ليلي، فهو بينشط اكتر بالليل. بالليل هنلاقيه صح بالظبط. هنخش على البيت اللي بعده كده، هنلاقي عندنا ذئاب. برضه من الذئاب من الحاجات اللي بتنشط بالليل، بس هنلاقيهم. شباب خش عند الذئاب، خد منه التعبان. عندنا حتى الذئاب، انت المفروض الذئب ده من الكائنات المتوحشه، بس في نفس الوقت احنا هنشوف ان الشباب عندنا بيخشوا وبيقفوا في وسط الذئاب والذئاب بتلعب معاهم. ايوه احنا شايفين دلوقتي حد من اللي بيشتغلوا في الجنينه داخل الذئاب. شايفين الذئب بدا يتحرك وهو مش خايف، يعني اللي داخل ده مش خايف. لا 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 خالص خالص، بالعكس، ده انت هتلاقي يعني هو هما برضه حاسين بقلق عشان احنا قريبين منهم، لكن مجرد ما هنبعد هتلاقيهم هما بيلعبوا معايا وبيقربوا منه، مفيش عندنا حاجه بتهجم خالص على اي حد من الزوار. برضه لو بصينا كده هنلاقي ان في انواع من دجاجات الزينه، الدجاجات دي طالعه عندنا انتاج. يعني هو بص، تعالوا تعالوا يلا تعالوا تعالوا. انا شايفه ان يعني الذ ميزه هنا ان انت بتتعامل بجد مع الحيوان من قرب، يعني انت مفيش اصلا. هو ده المختلف. ده المختلف ان انت تبقي ماشيه في حاجات كتير قوي حواليكي، في حاجات كتير قوي انت ممكن تتعاملي معاها، بيحسسك اول حاجه بالمكان ده في روح مختلف عن اي مكان تاني. مش مجرد علاقتك بالحيوان ان انتوا حد خايف من التاني فانتوا محبوسين من بعض، او واحد محبوس والتاني حر فبتتعاملوا على نفس الاساس ده. لا، انت الحاجه حواليكي، الحاجه ما بتخافش منك، الحاجه بتبقى هاديه. ثعلب الفنك اللي احنا شفناه ده كان اللي كان معانا في الاول. لا اللي كان معانا انتاج دول، هنلاقي برده في مجموعه واقفه هنا، ده اكبر حجم ليه على فكره، لان احنا في الجنينه هنا برده بننتج، بس مش بنبيع الحيوانات اللي احنا بننتجها، احنا بنكبر الجنينه وبنزود اعداد الحيوانات اللي موجوده عندنا في الجنينه، بس مش بنبيع. يعني احنا مش كلها قطط وكلاب وبنحب بس الحيوانات، بس احنا مش بنبيع. طب انت قدرت ان ده يبقى شغلك يا رامز، ولا لسه دي مجرد هوايه؟ هو الجنينه دي تعتبر بزنس واستكمال للهوايه. انا عندي شغلي الخاص، بس في نفس الوقت دي هوايتي، فانا نميتها وكبرتها بحيث ان يبقى في مكان في حيوانات كتير جدا، وفي نفس الوقت كل الناس بقى اللي كانت بتحب تتفرج على الفيديوز اللي انا بعملها، لا المكان قدامكم اهو، تعالوا بقى ونتفرج ونعيش ونتصور ونعمل كل حاجه مع الحيوانات. ده نوع من انواع الببغانات اسمه ببغان دره، الدره الهندي. برضه من الحاجات اللي بتبقى جميله بتجذب نظر الطيور طبعا، لازم الاطفال بيحبوا بالظبط، بيحبوا نعيم، بيحبوا بسنت جدا، مرتبطين بيها، لان في ناس خلاص ابتدت ان هي تتعلم ان هي تيجي تقف مع حاجات معينه. في
في انواع بقى يعني حاطين امثله من الحاجات اللي احنا ينفع نربيها في البيت عشان في ناس كتير بتسالنا طب هو انا ممكن اربي ايه في البيت عندي، فاحنا حاطين برضو من الحاجات اللي احنا بنخلي الانواع اللي ينفع نربيها عندنا في البيت. هنيجي نبص هنا هنلاقي برضو الطاووس. الطاووس طبعا معروف بالوان وعامله ازاي، من الحاجات الجذابه جدا بالظبط. ده شاب صغير لسه ديله بيكبر. هنخش بقى على حاجه نادره جدا عندنا في الجنينه، بس يا رب يكون صاحي لان هو بينتخ كتير اهو. سنجاب. دي حاجه انت قلت لي جبتها من بره مظبوط؟ اه ده جايبينه. ده سنجاب يا جماعه، مش موجود في مصر غير هنا. تعالى ده السنجاب اهو جوه، لو نقرب شويه. ده احنا جايبينه من تايلاند مع مجموعه من ال، هو خايف من التجمع بس. تعال تعال هو ده جميل. نحاول بس نظبط الفوكس اهو. أيوة كده. ده السنجاب الوحيد يعتبر في مصر، حاجه اسمها فايناليسون، من السناجب الشجريه الجميله جدا. تعال تعال، هو خايف بس عشان انتوا واقفين جنبي. طيب لكن هو بيجي ده، هو بيجي. نبعد شويه. تعال تعال تعال، نحاول بس نرجع له تاني وناكله. هو بياكل. المكافاه بتاعته بقى مختلفه عن بقيه الحيوانات. ده دود، ده ورمز كده صغيره. دي المكافاه بتاعته ان هو بيحب بقى ان هو يقزقزها وياكلها، لان دي بتبقى موجوده في الشجر الطبيعي بتاعه. انت جايبه منين؟ ده ليه مزارع دلوقتي في مصر. من يعني الورمز بدا يبقى موجود. لان دي هات شباب عندنا حاجه ثانيه، الايل الاوروبي. يا جميل. من الحاجات بقى اللي رامز عاملها عشان يحافظ على الحيوانات ان هو طول الوقت فيه لفتات كده، محدش ياكل الحيوانات غير الاكل الموجود جوه الجنينه بالزبط. عشان حاجات اللي هم متعودين عليها من صغرهم بالظبط. لان حتى لو انت جايبه اكل وانت جايه احنا بناخده منك، بنبتدي ان احنا نغسله ونحطه في اطباق ونرجعه لك تاني، بس احنا نطمن ان كل الاكل اللي بيتقدم في الجنينه هنا اكل صحي ومغسول وما فيهوش اي مشكله للحيوانات. لان الناس كتير قوي بيبقى عندها كونسبت ان اي اكل في ايديك انت ممكن تقدمه للحيوان. وده غلط. صح. زي الشيبسي، زي البونبوني، زي الحاجات اللي فيها سكريات، وكل دي غلط ان انت تقدميها لل للحيوانات. انت عرفت المعلومات دي منين يا رامز؟ يعني انا خريج كليه تجاره، بس انا من كتر حبي الحيوانات انا بدي دلوقتي محاضرات في جامعات للدكاتره البيطريين، وفي دكاتره بيطريين بييجوا يتدربوا معانا هنا في ال. وبتتعامل مع حديقه الحيوانات؟ بنتعامل مع حديقه الحيوانات كشكل استشاري كده للزواحف. لو في حاجات احنا بنبتدي نتعاون فيها مع بعض، بحيث ان احنا يبقى في انتاج، يبقى في لو في حاجات احنا مثلا شايفين ان هي ممكن تتصلح في البيوت احنا فعلا بنروح هناك، وهم هناك بيتقبلوا الموضوع ده جدا صدر رحب، ومش من النوع اللي هو بيتكبر. لا احنا في تعاون في كل الحاجات اللي احنا ممكن نتعاون فيها، لان احنا كمان هنا في الحديقه استعرضنا بعض الحيوانات، لان الحيوانات دي ما بتتباعش في المحلات. ولو جينا برضو بصينا على المكان هنا هنلاقي فيه تيرتلز بقى اللي بيحبها الاطفال، الضخمه الكبيره اللي هي السلكاتا السوداني. دي من الحاجات بتبقى نشيطه اكتر بفتره النهار. وده ارنب، وده ارنب في النص احنا حاطينه علشان هو يقدر ان هو يقعد معاهم. صح، ينفع يقعد معاهم ان هما الاثنين بياكلوا خضار، بس احنا حاطينه زي عارفه الاسطوره اللي هي بتاعت مين اسرع، السلحفه ولا الارنب؟ احنا حاطينهم هنا شهيره جدا الاطفال بالظبط. احنا ممكن ناكل نعيم عشان هو نعيم لذيذ جدا وهو بياكل. هنجيب نعيم تاني، هات لنا ناخد، هات لنا نعيم، هات نعيم وتعالى. عندنا برضو هنا الكباش، كبش القروي، من الكائنات اللي بتعيش في البيئه المصريه. اتفضل يا حبيبي. عايز خد 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 الفرخة. النوع الدجاج ده برضو اسمه دجاج الوادي. دجاج الوادي ده من الدجاجات اللي احنا بنربيها مع الكباش ومع الغزال، علشان بيبتدي ان هو ياكل الحشرات اللي موجودة في جسمهم لو فيه، وبيبتدي ياكل الاخراجات بتاعتهم، بواقي الاكل اللي بتقع في الارض. هو يعني ايوه هو في منفعة متبادلة ما بين الاثنين بالظبط كده. تعالى يا نعيم، تعالى يا نعيم، خد 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 بس 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 يلا تعالى خد 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 تعالى. هو نعيم شهير جدا ولذيذ يعني. ايوه ايوه يلا تعالى. من اكتر الحاجات المشهوره عندنا في الجنينه نعيم طبعا طبعا. الناس تيجي تتصور معايا، تقف تلعب معايا. بس انت قلت لنا انت من غير الحيوانات بيحصل لك ايه؟ لا انا مكتئب، انا ما اقدرش اعيش من غير حيوانات كده. في هنا حاجه كمان، ده حصان. ده حصان صغنطوط. وفي عندنا هنا بقى ده حصان صغنن. في عندنا بركه هنا للسلاحف اللي هي البر مائيه.
مع انواع ارانب زينه. دي برضو الحاجات اللي ممكن الناس ده ارانب هنا. في نوع برضو من انواع القرود حاجه اسمها الباتيس. تعال تعال، كل الحاجات دي برضو ممكن نقرب منها، نبتدي ان احنا ناكلها بايدينا ما يحصلش اي مشكله. هو ده حبيبي، هو بيه يا نعيم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ده ولا ده؟ عايز ده ولا ده؟ ها؟ عايز ايه؟ تاخد ده؟ ده خلص، خد ده. حبيبي. او مفيش بقى اماكن كده ان انت ممكن تقربي مع الحاجات دي وتبتدي بالظبط. فالموضوع يبقى جوه بتاع كبير كده لوحده بالظبط. فدي بقى الميزه عندنا في الجنينه. خد عايز تاني؟ عايز ايه؟ خلاص مش عايز. بتجول زي ما احنا شايفين بس. المكان يعني لذيذ ونقدر نروح نشوف كل الحيوانات. اهلا يا نعيم. بيخطفوا من بعض. نعيم بيقتحم علينا. ايوه، هو نعيم بيحس بحجمه في وسط الناس، فبيبتدي ان هو يستغل ده، وان لو انت بتقدمي اكل الحيوان تاني بيبتدي ان هو يجي وهو ياكل بالظبط. ومش معنى الحيوانات دي طول ما هي واقفه كده هي بتاكل ان هي جعانه، لا، الحيوانات دي في البيئه الطبيعيه بتاعتها عندها حاجه صغيره اللي هي كائنات ممكن تلاقيها بتاكل كتير قوي ورا بعض. هل هي بتمضغ وبتبلع الاكل ده؟ لا طبعا، هي عندها اكياس هنا بتبتدي تخزن فيها الاكل ده، علشان طول ما هي قاعده بعد كده تبتدي، عارف انت، تطلع بقى وتقزقز كده وتاكل مع نفسها. فكل الحيوانات البريه من الحاجات اللي هو صعب جدا كل يوم ليها وجبات بتاعتها مختلفه بقى، سواء حبوب سواء خضار سواء اعلاف. بس ودي حديقه الحيوان عندنا، ممكن نشوفها برده من قريب جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده نعيم واقف مع التعبان بتاعه. لا عادي يعني نعيم على فكره وراك. على فكره هو نعيم نعيم بيحب يكون عندنا جروب حتى او رحله او او او، بيبتدي ان هو ياخد الجوله معانا وتلاقيه واقف وبيسمع، واللي هو يعني هو متفرج، هو مش هو يعني اجتماعي. هو ايوه، هو 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 حد صاحب الجنينه وبيلف مع الناس يعني. زي ما احنا شايفين نعيم مع اسمه ايه مسمينه؟ لا، هي التعبين مش بتسمع عشان كده مش بسميها يعني، ما بشتغلش نفسي. بس ممكن بقى تدونا دقيق حميد، عايزين الباكمان والبرد دراجون كبير والبوا ريمبو الصغيره. هفرجكم برضو على حاجات تانية عندنا موجوده من الحاجات النوادر شويه. احنا هنا شايفين الفلامينجو. ايه يا بوس، ايه يا حبيبي، خدي خدي خدي. ايوه شطور شطور شطور. بس انت من الانواع النادره قوي. للاسف ما عرفناش نلاقي لها ولد من نفس النوع موجود في مصر. هي جات لي من وهي صغنطوطه خالص يعني، لدرجه انها دلوقتي ده حجمها الكبيره خلاص. لا، هي من الحاجات الميني مونكيز، بس يعني هي بتكبر اكتر من كده حاجه كمان بسيطه. بس هي من الجنب. بصي كمان شكل وشها مختلف، وشها مختلف خالص. ما تهديش من الارض، ما تهديش من الارض، خدي تعالي اطلعي فوق اطلعي فوق. احنا عايزين نصور وشها. هيدي بقى تصوري وشها. ايوه هنشوف حاجات كمان يا رامز. هوريكم بقى حاجات من النوادر الموجوده عندي. اوكي، لسه هنشوف في حاجات نادره كمان. ايوه نروح نشوفها دلوقتي. في مكان بقى في الجنينه هنا مش اي حد بينفع يدخل فيه، لان هو من الحاجات اللي انا عاملها زي معمل عندي.
حيوانات رامز من جنينة حيوان رامز. هنا بيورينا انواع نادرة. ما تعرفش ان في ابراص ممكن نربيها؟ برص. بتربي برص يا رامز؟ برص. بس مش اي برص، شايفين الوانه شكله تحفة يعني. ده حاجة اسمها ليبارد جيكو، من الابراص الاشهر في العالم كتربية للهواة، وسعره بيكون غالي. سعره قد ايه تقريبا؟ حاجة زي كده في مصر ممكن سعرها يكون حوالي 1500. ده زي البرص العادي اللي احنا بنشوفه بس هو ملون صح؟ بس انواع تانية. ده مش متسلق، ده من الابراص الارضية. على فكرة الابراص برضو اللي بتبقى موجودة عندنا في البيوت دي بره بيربوها كهواية. هي النقطة بترجع للنظرة بتاعة الزاحف او بتاعة الحيوان. يعني لو انت دلوقتي عندك حيوان موجود في بيئتك ومش موجود في بيئة تانية بيكون نادر بالنسبة لك فانت بتربيه. بس هل لي مخاطر؟ يعني انا ربيت برص مفيش مخاطر عليا؟ المخاطر كلها بترجع للنظافة. لكن برص مهما كان هو حجمه صغير هو مش بيعمل حاجة. في ناس كتير تقول لك البرص بيبخ في الملح. طبعا الكلام ده غلط، لان عمر ما شفنا برص بيقف يبخ في الملح. زي برضو المقولات الشهيرة قوي، من حد يقول لك ان الخفاش بيلزق في الوش. عمرنا يعني عايشين بقالنا قد ايه عمرنا ما شفنا خفاش لازق في وش حد. في مقولات كتير بقى غلط، احنا بنبتدي ان احنا نصلح المقولات دي في الجنينة للزوار. لما بيكون عندنا بقى رحلات بنبتدي نقول لهم ونشرح لهم حاجات كتير. فدي حديقة حيوان مش كلها قطط وكلاب. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا يعني. الجولة كانت لذيذة. ميرسي يا رامز على وجودك معانا على شاشة الوطن، واعتقد استمتعنا كلنا بالجولة اللذيذة دي في حديقة الحيوان والجو حلو. وان شاء الله انتظرونا متابعين الوطن فيديوهات ولايفات اكتر. ميرسي ليك يا رامز معانا.